أذربيجان تقع في منزلة القلب في آسيا الوسطى، حيث الحضارة والتاريخ، حيث الطبيعة النادرة، السهول الخضراء، والصحاري الشاسعة. الإبل الأذرية إحدى الأشياء النادرة في هذا البلد. بدأت القصة عندما شاهدنا إحداها في نادي سباق الخيول في باكو. شيء غريب أثار فضولنا، فمن هنا بدأت رحلة البحث. مكثنا عدة أيام في البحث دون جدوى، إلى أن وصلنا إلى أحد الباحثين في التاريخ الأذري، فوجدنا عنده غايتنا. بدأنا في اليوم التالي رحلة شاقة بصحبته عبر طريق الحرير المتجهة من العاصمة باكو باتجاه الحدود الإيرانية. وبعد أكثر من 100 كيلومتر من المسير وصلنا إلى منطقة تسمى حاج مقبول، ويعود اسم المنطقة إلى القرن 18، حيث كان يتجمع الحجاج من كافة أراضي أذربيجان ويعتلون الإبل متوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. وعبر طريق صحراوي امتد أكثر من 50 كيلومتراً كانت الرحلة شاقة ومتعبة، ولكن الإرادة والتصميم كانت لدينا أقوى. صحراء تختلف عما عهدناه، أراض ممتدة أحياناً ومرتفعة أحياناً أخرى. إلى أن لاحت لنا في الأفق البعيد القرية التي نقصدها، عدالة. وبعد جهد مضن وصلنا، وبدأت رحلة بحث أخرى. وصلنا إلى مقصدنا، وللوهلة الأولى كنا ضيوفاً غير مرغوب فينا من مستضيفينا.
وبعد وقت قليل اطمأنت لوجودنا فبدأنا العمل. كان شكل الإبل من آسيا الوسطى شيء غريب إذا اعتدنا على إبلنا العربية، فأول ما أثار انتباهنا شكل السنام. فهذه الإبل لها سنامان مرتفعان تأخذان شكل هرمين متقابلين. ويلعب السنام دوراً مهماً في حياة الإبل، حيث يعتبر المخزن الطبيعي للدهون الناتجة عن الغذاء الفائض، والذي قد تستخدمها الإبل عند الضرورة. وكذلك مخزن خاص لحفظ الماء الذي قد تحتاجه الإبل في ترحالها في الصحراء للتزود بالمياه منها. تتميز الإبل العربية بطول أرجلها، وهذا يتناسب مع طبيعة الصحراء العربية حيث تقيها من حرارة الصحراء. ولكن مع الإبل الأذرية نجد العكس، فأرجلها قصيرة لتتناسب مع البيئة في تلك المناطق، فالجبال الشاهقة تشكل الجزء الأكبر من الصحراء. ومن الأشياء الأخرى التي تميز الإبل في آسيا الوسطى هو وجود وبر كثيف، والذي يكسو معظم أجسادها ليحميها من البرد القارس في فصل الشتاء. غالباً ما تسقط الثلوج على المرتفعات، وهذا الأمر يثير الدهشة عندما نتكلم عن الصحراء، ولكن في صحاري آسيا الوسطى الأمر مختلف. رقبة الإبل ذات السنامين تشبه إلى حد كبير إبل منطقتنا، فهي طويلة وتعمل على توازن جسم الإبل عند الوقوف. أما بالنسبة للذيل والأنف والوجه فلا يوجد فرق عن الإبل الذي اعتدنا عليها. وارتفاع الإبل ذات السنامين عن الأرض لا يتجاوز المترين للتلاؤم مع طبيعة المنطقة القاسية.
بدأت الإبل تفقد أهميتها مع التطور الحاصل في وسائل النقل، وكان تأثيرها كبير على منطقة آسيا الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في قرية أودولو لمحافظة حاج قبول أذربيجانية. هذه المنطقة معروفة أيضا بثرواتها الطبيعية، وطبعا هنا من ثرواتها جمال. وكان المسنون يتحدثون أنهم استفادوا من هذا الجمال لغرض زيارة الحج وفي حياتهم اليومية. وفي بداية القرن 20 كان الناس يحملون الجمال بالقمح ويأخذونهم إلى باكو ويشترون هناك النفط. لا تعتبر الإبل مصدراً رئيسياً للحليب واللحم، ويعود ذلك لكون الأبقار والأغنام تعيش جنباً إلى جنب في هذه الصحاري، حيث أن درجة الحرارة معتدلة. وإبل أذربيجان تكاد تكون على وشك الانقراض إلا من أعداد صغيرة تستخدم في التصوير التلفزيوني وحدائق الحيوانات. والإبل في هذه المنطقة لها حياتها الخاصة، والتي اعتادت عليها منذ فترات طويلة، حيث ترد إلى مكان وجود الماء كل 3 أيام لتأخذ أكبر كمية منه.
ومن ثم تعود لتجوب الصحراء الشاسعة بحثاً عن الطعام دون أن ينغص عليها أحد. كان تصرفاته ساحلاري انشاف etmiştir. للإبل تاريخ قديم في هذا البلد. دبا çok قديم. ولعبت دورا اقتصاديا كبيرا في أذربيجان. Bu develerin Arap ülkelerinde olan develerin farkı ondadır. وتعود أهمية الإبل في التاريخ الأذري بوجودها على طريق الحرير التجاري. ولكن بدأ يتراجع دور الإبل في الحياة اليومية للناس، وذلك نتيجة التقدم الحاصل في وسائل النقل، مما أثر سلبا على هذا الحيوان. مختلف وظيفلري معيشت وظيفلرنى حياتا geçirmek üçün develerden istifade edilmiştir. Hatta yaşlı adamlar danışır ki. وأصبحت الإبل من الحيوانات النادرة عندنا، إذ لا يوجد على مستوى الدولة سوى أعداد قليلة منها. دبلر واسطسين onu Bakı'ya apardıktan sonra onu neftle değişirler. وحتى orta asırlar. وأيضا لا تخضع لدراسات من حيث العدد والنوع. Tabii ki bu kentten Arap ülkesine Mekke'ye ziyaret etmek için deveden istifade edilmesi o dövrde büyük ehemmiyet kesb edirdi. Muasır dövrde ise bu develerden istifade olunmur. Develer bu dağlarda, çöllerde özü yaşayır ve onları saklamak için büyük eziyet çekilmir. ويتم الآن وضع دراسات جادة للحفاظ على هذا النوع من الحيوانات النادرة. Çaydan götürürler. كانت الإبل في أذربيجان تلعب دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية في الفترات الماضية، حيث كانت الوسيلة الوحيدة للتنقل بين المدن والقرى في بلد مترامي الأطراف. كانت الوسيلة الوحيدة لحمل البضائع عبر طريق الحرير، والذي كان أشهر طرق التجارة عبر عدة قرون.